اوكي، المحاولة الرابعة. الله يستر الزلتين. انت كده كده لا تستر. واو، الشيلد حق قصة ضرباتي ما يجيله دمج ابد، يجيله واحد. في وسط الفايت في تنانين بتقعد تسوي علينا ضربات ماجيك، شوفوها جاية. اوكي انحش، طلع معاك بسرعة. والله ضربة تبغى تجيني. نايس، اصلا عادي. والله ما عمري لعبت بالسلاح. هو الضربة دي هي اللي دامت تموتني. ثالث واحدة، ثالث واحدة هي اللي مميتة. ابغى اعالج، لازم اعالج. اوف قتلتها، هي دي اللي تموتني كانت. اوكي اتوقع الحين اكثر من تعب. يلا يا دراجون سلاير، طبعا يشبه رون سليم كثير. أربعة واحدة، باي باي، ياي، جي جي، كيلو شبه من الأونستين، سلاحه رهيب، راح نجيب سلاح إن شاء الله تعالى، أخيراً 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 هزمناه في رابع محاولة، السلاح كان شوية متعبني، بس والله السلاح جامد والله، كان بيسوي دمج خرافي، وأخذنا مبلغ محترم، الحين ايش بنسوي؟ خلونا نمشي شوية اوريكم ايش فيه هنا قدام، لانه ما فيها وحوش، بس في ايتم هنا تايتن شانك. والان المنطقة اللي مدينا نروح لها اللي هي منطقة الارشيف، منطقة الارشيف. طبعا يعني تشوفون في بونفاير هنا وفي بونفاير هنا، فهذا كنت اللي بقول لكم اياه، يعني ان اللعبه كانوا مخططين ايش، انه كل منطقه، كل بدايه منطقه في بونفاير وكل نهايه منطقه في بونفاير. فهذه البونفاير حقه الزعيم، خلاص انت بتنزل وتطلع لك ذي البونفاير، وهذه البونفاير حقه ذي المنطقه ان هي تبدا من هنا. فهذه كانت فكرتهم. فمجرد ان نوصل هنا على اليمين في مصعد، بس ما بدينا نجيله من هنا، من فوق بدينا نوصل له، والباب هذا مقفل. وهنا لاقي الايتم هذا، لاقي المفتاح حق المكتبة، ولاقي جوثر توين سورد. التوين سورد هذا جدا ممتاز، في شباب قالوا لي في الكومنتات ابيك تلعب بالتوين سورد، فراح اطور التوين سورد هذا وراح العب فيه باذن الله. فالحين خلونا نرجع للفاير لينك شراين، منها الليفل نظبط امورنا. اوكي وصلت لفارلك شراين، انا اشوف عندنا ارواح. اوكي عندنا هذي، خلينا اوريكم بروح الزعيم ايش يبدينا ناخذ، لانه هزمنا كم كذا زعيم صراحة. هزمنا العملاق، وهزمنا الدانسر، وهزمنا ذا دراجون سلاير، ففي مجموعة اسلحة جديدة. فمن الاسلحة الجديدة الحلوة
هذا سلاح دراغون سلاير اللي توي هزمته. مخير انت ما بين شيئين، يا السلاح يا الشيلد حقه. الشيلد ما نبي، فبشيل السلاح. اوكي بس ما يمدينا استخدم الحين، لازم يكون عندي 40 سترينث، فان شاء الله قدام يعني لما لفل السترينث راح استخدمه، فبشتري من الحين. طبعا انا انصحكم اذا انتم تبوا تجيبوا البلاتينيوم، فاول تختيمه حاولوا انكم تشترون الخواتم والاسحار. الخواتم والاسحار اول، عرفتوا؟ لانه ذي محسوبه عليكم عشان تجيبوا البلاتينيوم. الاسلحه ما عليها بلاتينيوم، فهذا الخاتم يعني انت لازم تشتريه عشان تجيب البلاتينيوم، يعني يا انك تاخذ بس السلاح يا انك تاخذ الخاتم. فانا انصحكم اذا انتم ارواح الزعماء دائما اشتروا او الخواتم والاسحار، عرفتوا؟ بعدين ابدأوا اشتروا الاسلحة ولا بكيفكم. لكن انا عشان التختيم انا بس بقول لكم انكم تاخذونها بهذه الطريقة. يعني انا صراحة ما بضيع الروح حقت زعيم مثلا على الضربة دي، انا قد جاب لاتينيوم، لكن بوريكم كيف تاخذونها كذا انتم تجيبون الضربات هذه. يعني مثلا روح الكريستال سيج يبديك يا انك تاخذ الضربة يا انك تاخذ الريبر. هذا السلاح ما عليه تروفيات، لكن سهل عليه تروفيات، فخذوا الاسحار والميركلز والبايرومانسر اول شيء عشان التروفيز، وخذوا الخواتم كمان. اوكي انا باخذ ذا السلاح دراغون سلاير ارمرر، هذا سلاح العملاق بطل هذا الساطورة برضه، وناخذه. وهذا برضه سلاح يعتمد يمدينا ان شاء الله نشيله قد يمدينا نشيله الحين لو نبي. وبروح الكريستال سيج باخذ الريبر، وبروح الذيب مخير بين سلاحين، سلاح ابو برمة انا اسميه الفرجار، وسلاح ارتوريس الاصلي. انا صراحة باخذ سلاح ارتوريس الاصلي، ما احب هذا السلاح. والدانسر، الدانسر لما هزمناها الرقاصة مخير ما بين سلاحين، يا هذا السلاح اوكي او هذا او ضربة الميركل، فاكيد خذ ضربة الميركل احسن. كذا وضعنا تمام، شكرا طال عمرك، اخذنا اشياء جميلة صراحة. لكن مو كل الاسلحة راح اقدر استخدمها الان، لكن هذا السلاح اللي اخذناه قبل المكتب هذا بنستخدمه ان شاء الله تعالى في الحلقة الجاية. الكريستال سيج ريبر انا لي سبب ليش اخذته. الريبر هذا ميزة، عنده ميزة حلوة، يزود لي الايتم ديسكفري، يزود لي الحظ انه الوحوش يطيحوا لي ايتمات اكثر. مو شرط تضرب فيه، لو تخليه في يدك اليسار وتضرب بسلاح ثاني يزود لك الايتم ديسكفري. لو تلاحظون على اليمين تحت 212 الايتم ديسكفري زاد، بدونه الايتم ديسكفري عندي 111، دبلها لي دبل. فرهيب ذا السلاح، لا والله ما دبل، يخلي لك اياه 161، يزود لك النص، يزود لك النص. فا اوكي اللي بنطور هذا بنشتغل عليه. فخلنا نشوف ايش ناقصنا، يبغى لنا 12. عندي هذي وعندي هذي، اوكي ما يحتاج اشتري حجارة او شيء. طيب عندنا نطور هذا على طول. اوه عندنا استخدم التايتن شنك على طول. المشكلة انه ما عندي تطويرة الريفايند، فمتوهق ما بين هذا بيكون قوت زيادة، لانه تدرون اطوره، خلي هذا بلس 8 الحين راح النشب ما راح اقدر اطوره، واطور هذا تطويره خليه بلس 7 كذا ممتاز. هذا السلاح ميزته لو خليته ريفايند، اذا خليته ريفايند راح يكون قوي، ياخذ بونس بي بي، بس حاليا يعني بيسوي لي دمج كم 273، بالمقابل الاكس هذا يسوي لي دمج 383 يعني زايد 100. والسلاح اللي كنا نستخدمه ذا وصلناه بلس 9 يصير دمج 475، ففرق والله. ف
بارن استغني راح استخدم ذا السلاح لما اخليه ريفايند او ممكن العب فيه صراحة. ليش لا نغير جو شوي في بداية الحلقة ولا حاجة، او اغير هذا والله ثقيل صراحة. يبالي على الفيتاليتي اذا بلعب باسلحة كثيرة. مشكلة زي ما شايفين ذي السيوف يعني لازم اطورها ريفاين عشان تكون جامدة بالنسبة لي، فخلينا نخلي هذا انا لما نجيب ريفاين نبدأ نلعب صراحة. خلوني الفل قبل ما ننهي الحلقة، اعطيها كذا تلفيلة. بتوقع راح الفل كثير والله. ثلاث ليفلات بس، ممتاز. نعلي الاندورنس، بقي معايا 26,000. خليها. اوكي شباب، ننهي الحلقة هنا. اتمنى ذي الحلقة عجبتكم، وباذن الله راح نشوفكم في الحلقة الجاية. راح نروح منطقة الارشيف باذن الله. يعطيكم العافية على المشاهدة، اتمنى ذي الحلقة عجبتكم ونشوفكم على خير. كان معكم اخوكم بسام وفمان الله.